السلام عليكم. اليوم درسنا بيكون عن البحث العلمي. إذا اليوم سهل حيكون الدرس كثير، خلينا نبلش. أول شيء عندنا هنا بحوث نظرية، وعندنا هنا البحث التطبيقي. البحوث النظرية هي البحث النظري، وعندنا البحث التطبيقي. يمكن معلمتك تقول لك ما الفرق أو مقارنة بين البحث النظري والبحث التطبيقي. البحث النظري للحصول على معرفة من أجل المعرفة نفسها، هذا تعريف البحث النظري. أما البحث التطبيقي، بحث لحل مشكلة محددة. إذن لدينا تعريفان، بحث نظري وبحث تطبيقي. تقول لك معلمتك قارني بين البحث النظري والبحث التطبيقي. نروح على الصفحة اللي بعدها. كما ترون عنا اكتشافات غير مقصودة. أوكي، ما هي الاكتشافات الغير مقصودة؟ أنا اختصرت لك إياها في بوكس صغير. اكتشافات غير مقصودة، أول شيء عنا خيوط النايلون وفطر البنسولين. أوكي، خيوط النايلون وفطر نايلون فطر البنسولين، وهون نفس الشيء فطر البنسولين والنايلون. هذه من اكتشافات الغير مقصودة. للجدول السلامة في المختبر، أوكي؟ هذا كله تعليمات للسلامة، بس نحن أهم نقطتين. البس نظارة وقائية ومعطف، أوكي؟ أثناء العمل واجب طبعاً. ولبس قفازات. طيب، في سؤال، لماذا نلبس قفازات أثناء استعمالنا لمواد كيميائية؟ لماذا؟ هون يبدأ الجواب، بسبب التهيج أو يمكن امتصاص جلدها. أوكي؟ تمام. لا تلبس عدسات لاصقة في المختبر. لماذا؟ لأنها قد تمتص الأبخرة وقد يصعب إزالتها. الحين نروح لعند هذه الصفحة. هذه الصفحة ما فيها شيء مهم. في عنا دي الصفحة عنا شيء اسمه الهالوجينات. أوكي، الهالوجينات، خليني أكتب لك الهالوجينات. أوكي، الهالوجينات، ما هي الهالوجينات؟ H2N2O2F2، كلهم يكون عنصر بيكون تحتهم 2، بعدين Cl2Br2I2. طبعا انتوا تعرفوا الرموز تبع كل عنصر، وحسهل لك تكون طريقة اكتبوا هنوف، اسم هنوف. اوكي، بعدين هنوف، اوكي، ضعوا تحت كل واحد 2 H2N2O2F2، وهذول الثلاثة تحفظهم لحالهم Cl2 اوكي Br2I2. اوكي، مثل هنا عندنا ايرون، اكسجين، نيتروجين وهيدروجين، نفس الشيء هنا وكذا. هذه اسمها الهالوجينات. الان نروح عن تقويم 1/4. نبدا باول سؤال، سؤال 21. قارن بين البحث النظري والبحث التطبيقي. هذا كان وين؟ كان بالبدايه. خلينا نشوف الجواب. هنا الجواب، البحث النظري للحصول على معرفة من أجل المعرفة نفسها، أما البحث التطبيقي بحث لحل مشكلة محددة. طيب، نترك سؤال 22 ما ضروري، نروح عن سؤال 23. لخص سبب وراء كل من لبس معطف ونظارة في المختبر. ليه؟ لأنها قد تسبب تهيج ويمكن امتصاص جلدها. عدم إعادة المواد الكيميائية الغير مستعملة إلى العبوة الأصلية. لماذا؟ لأنها قد تكون تلوثت بالماء أو تفاعلت أو تأكسدت مع مواد أخرى. سي، عدم لبس عدسات لاصقة في المختبر. لماذا؟ لأنها قد تمتص الأبخرة ويصعب إزالتها. عدم لبس ملابس فضفاضة أو أشياء متدلية مثل الشماغ في المختبر. لماذا؟ لأنه يسهل تعلق الملابس بالمواد الكيميائية.
إن شاء الله الدرس الجاي يكون حل التقويم مع بعض، أتمنى نكون فاهمين.